تمكنت مصالح الحماية المدنية خشية من إخماد حارقين بكل من بلدية عين طويلة وبلدية يابوس، وهذا يوم أمس الأربعاء 19 جوان 2024، حيث أن الحريق الأول نشب بالمكان المسمى عين داود بلدية يابوس دائرة بوحمامة، أين تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوحمامة مدعومين بمصالح الغابات وكذلك أجيال أو صفاء أناس وبدعم من بعض المواطنين، حيث سجلنا في هذا الحريق 1 هكتار أعشاب يابسة، 34 شجرة زيتون، و50 شجرة صبار. أما الحريق الثاني نشب على مستوى الدوار سبيخة بقرية بلقيطان بلدية عين طويلة، أين مست النيران محصول زراعي يتمثل في شعير قائم، أين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين طويلة وتم التحكم في الحريق وإخماده نهائيا مع منع انتشاره للمحاصيل الزراعية المجاورة.